هنروح دلوقتي مع حضراتكم للفقرة اللي كلكم بتستنوها، فقرة الأهداف، هتكون معانا بالصوت والصورة. عثمان هيلعبها بقدمه اليمنى عالية، تتسقط، جول، تتسقط، جول جول جول. بيسجل على طول اللاعب سالم محمد بعد 9 دقايق أول أهداف اللقاء من أول ركنية. ورا محمد أشرف، محمد أشرف بيدور مين قدام يديها له، لعبها سريعة حلوة، الله 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 الله، والله أسيست هايل يا محمد يا أشرف، ولد لعيب محمد أشرف ده، ما فيش كلام، فكر وحطها على طول سريعة، يدخل حمادة الفيل يسجل. إنما حلاوتها، حلاوتها عند محمد أشرف، محمد أشرف يعملها حلوة، هو الأسيست. ملعوبة كرة صابر، رشيق سريع، عدى صابر، عمل العرضية، جول، الله، لسه بقول رشيق جميل في أول لمسة يا شوة، في أول لمسة يا شوة، يوسف عبد الحميد عيسى والشهرة الشوة، أول لمسة، أول همسة، أول لعبة يا يوسف، بيسجل ويكافئ مدربه يوسف الشوة، هدف جميل جميل جميل. يزقها ترجع لحمودة، حمودة يلعبها سريعة، بيجري عليها تايسون ومعاذ، إنما على طول ياخدها تايسون، يعملها عرضية، الله 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 الله، هدف جميل جميل جميل. يعدي تايسون من أحمد سيد ويلعبها عرضية على طول، يحطها في المقص زياد طلبة. وركلة جزاء مستحقة، الياس الياس، جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى الياس، مع اولى الدقايق، اول 4 دقايق في عمر احداث اللقاء، الاهلي يقتنص هدف اول عن طريق اللاعب مصطفى الياس. يضغط حسون، يلعبها طويله في اتجاه كرم النقيب، كرم حط جسمه، عبد مر، كرم كرم كرم، يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي العربي. جمال، هدف مفيش احلى ولا اجمل من كده من كرم النقيب، عدى ومر وفات كرم النقيب. زياد يلعب ويعلق على القائم البعيد، جول 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 جول، جوه جول، هدف، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب العربي جمال، العربي جمال يضع الهدف الثالث للنادي الاهلي، وثاني اهداف العربي في هذا اللقاء على اهداف اتباعا. العربي جمال اهدر هدفين، وكرم النقيب اهدر هدف ثالث، وفرص مهدره من لاعب النادي الاهلي الى ان استطاع اللاعب. ادي يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف رابع للنادي الاهلي عن طريق كرم النقيب. كرم النقيب يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي مع الدقيقه الاولى من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. لضياء، ضياء لابو العيله، يا ولد يا ولد يا ولد، وادي هدف للنادي الاهلي، هدف للنادي الاهلي، ادي الهدف الخامس للنادي الاهلي، خماسية للنادي الاهلي، كرم النقيب يضع الهدف الخامس. يلعب الحسون مرة تانية لضياء، ضياء يصوب ويسدد، يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف سادس للنادي الاهلي، بيحرجم عليها ويدور عليها من بدري. ضياء وحيد يضع الهدف السادس للنادي الاهلي، يا ولد يا ولد يا ولد. طلع له كريم يحيى، فخر يلعبها عرضيه، عدت، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي. القلب يعشق كل جميل، غنت سوما وقالت القلب يعشق كل جميل، ومفيش اجمل ولا احلى ولا اروع من الهدف اللي احرزه النادي الاهلي. يلا عزت، عزت مشي مر فات، عزت، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، فهد جمعه
ربنا يخلي جمعة وفهد جمعة أول لمسة، أول لمسة وأول همسة. وشابوه لعادل عبد الرحمن، تبديل عمله يكافئ عادل عبد الرحمن. رايح لمين؟ رايح للكابتن عادل عبد الرحمن. يا ولد يا ولد يا فهد يا جمعة، يكافئ عادل عبد الرحمن بهدف تاني للنادي الأهلي. سكولز صابر عايز يصوب ويسدد. يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، الله على الهدف. رضا يرجع ورا قافلين المساحات، لعيب السكه الحديد مش مدين فرصه، كوره في رجل لعيبه النادي الاهلي انما مش عارفين يخلصوها للامام. وادي الكوره ايه بتتسقط للعربي، عربي يعدل ويشوط تسديد، جول جول جول. الله يا عربي الله، عربي ضاعت منه كوره في بدايه الشوط، انما هو مع الدقيقة 6 بيسجل العربي جمال أول أهداف اللقاء بعد 6 دقايق من أحداث الشوط الثاني. يتقدم النادي الأهلي بهدف. كرة في اليمين لزياد طارق، طالع له فارس، زياد عدل على شماله ويرفع الرفعة حطها جوه المنطقة. أوكا جول أوكا جول، الله 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 أوكا، وهي نازلة ما استناش حطها أرضية زاحفة. يا ولد يا ولد يا ولد، هدف جميل جدا. محمد مصطفى أوكا يسجل للنادي الأهلي بدقيقة 13 من الشوط الثاني، تصبح النتيجة تقدم النادي الأهلي على فريق السكة الحديد 2-0. الصفارة، وادي الصفارة، وداخل رضا، داخل رضا، داخل رضا، جول، داخل رضا، جول جول جول. يتقدم فريق النادي الأهلي في الدقيقة 24 بالهدف الثالث عن طريق محمد رضا، لتصبح النتيجة 3-0. ترد اوكا عايز ياخدها، ترجع مره ثانيه الحسون. يا ولد غير الملعب هناك عند ضياء، حاطط الكوره عند ضياء، وقف على كورته ضياء، ضياء ضياء يرجع بالكوره لياسين، ياسين ورا لزياد، زياد اللي غير مكانه كابتن امين، نزله في وسط الملعب. وادي حلوه، الله الله الله، خدها زياد، لعبها لياسين عبد الناصر، لا يتوانى انه يسجل هدف جميل، يحطها في الزاويه البعيده، حطها في الفتره اللي الحارس طالع له يقفل عليه الملعب، حطها له في الزاويه البعيده. واحنا في الدقيقه 40 كل الاهداف حلوه، كل الاهداف فيها شغل من المدربين ومن اللعيبه ما شاء الله. انا لو شخصيا اختار احسن هدف اختار كل الاهداف اللي احرزها لعيبه خلال الاسبوعين اللي فاتوا.